هنا الآية في بيان عظمة القرآن الكريم أو في سياق عظمة القرآن الكريم. لا يمسه إلا المطهرون، المس هنا بمعنى العلم به، بمعنى العلم به وليس المس الظاهري. والمطهرون هم الذين طهرهم الله من أرجاس المعاصي، وهم أهل البيت عليهم السلام، بدليل قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وآله حينما قال: إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا من بعدي أبداً.